اهلين وسهلين بالجميع. اليوم راح نعمل وورد كويست اسمها إريبوس سيكريت. طبعا هاي الكويست راح اعملها لانه اجى ايفنت جديد وبيتطلب هاي الوورد كويست مشان تقدر تفتح هذا الايفنت. طبعا ما بديش اطول عليكم المقدمة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعل جرس التنبيه، حطوا لايك وانشوا المقطع، استمتعوا بالمقطع. وورد كويست على ما اظن. نعم رح نعمل نافيجيت. طبعا لازم نروح 4000 متر لهون، وين لازم نروح؟ لازم نروح لعند هاي ونحكي معاها. اوكي هلا اخذنا الكويست منها، على ما اظن انه لازم ننزل للمدينة الجديدة. هون لازم ننزل لهي المدينة. لازم نروح لهناك، نروح نافيجيت ونشوف شو اللي لازم نعمله هناك. لازم انزل، لازم انزل لهون، فكرت لازم اضلي فوق. بعد ما حكينا معه لازم نروح لهون. اسهل شيء انا فتحت هاي التليبورتات من زمان، فسهل علي التحرك في المدينة. لازم نروح من هاي الجهة. خلينا نقتل هذول بسرعة. حلو هيك خلصنا عليه، فلازم نجي لهون. خلينا ناخذ هاي الاشياء. حلو هلا لما قتلناهم هلا بنقدر نطير ولا شو؟ اوكي هيك. طب ما بعرف لو كان لازم يعني بدون ما اقتلهم اقدر اطير، بس يلا عادي ياخذ وقت طويل. اوكي دخلنا لهون، افتح هاي هيك. خلينا نجي نحكي مع هاد. هيك خلصنا، فلازم نروح نعمل اشياء هون، فخلينا نتمشى للمكان. وصلنا لهون، شو الشيء اللي لازم نعمله هون؟ اول شيء لازمنا ندخل لهناك وناخذ هديك. بعرف كيف راح اعملها. الشيء اللي لازم نعمل، لازم نلاقي مكان نغير من اللون الأزرق للون الذهبي. هاي هي، هاي هي، بنطلع لهون نعمل ذهبي ونقدر ننزل ناخذ أول وحدة، صح؟ يعني الظلام أو الصباح هذا المقصود من الشيء. أخذنا أول شيء. الثانية داخل هون، فلازم بطريقة أو أخرى نشيل هاي هذا الحيط، ولازم نلاقي شي مشان نقدر ندفعه. أوكي ضربتها، فتحت لي هاي. خلينا نجي لهون نغيرها. بعد ما غيرناها راح نجي لهون، في أزرق هون. أوكي الأزرق بنفتح ايه عرفت، يعني الذهبي بيفتح الذهبية لما بنغيرها بتفتح زي هدول الابواب، والزرقة بتفتح يا سيدي. في زرقة هون بقدر ادفش هذيك، والزرقة بتدفع الحيوط اللي عليها. شو اسمه، شو ليش ما بتعمل شيء؟ لازم اضربها، بس انا بحاول اضغط عليها بس لازم اضربها هيك. الشيء اللي كنا بنقوله انه الذهبية لما بنروح نغيرها لذهبية وبنضرب بتفتح الحيط شو اسمه القفصي، ولما بنغيرها لازرق بتدفع الحيطان الثانية. فهلا غيرناها لازرق بمعنى اخر كمان فوق شال الحيط الذهبي اللي كان هناك فوق. فخلينا نطلع ونجيب اخر وحدة. بس كيف راح اجيبها؟ كيف راح اجيبها؟ خليني اطلع لفوق واجيبها عشان ما انزل وما بقدر اجيبها وبعدين لازم اطلع وهي الامور هيك. اوكي طلعنا لاعلى مكان، خلينا نقفز من هون وناخذ اخر وحدة ونشوف الشيء الذي سيحدث. حلو لازم نروح نحكي مع
شخص فوق. اوه ماي جاد، يلا خلينا نروح لمكان ونرجع لكم. وصلنا للمكان. راح نحكي مع هذا مرة ثانية. اذا جبنا المكان الاول complete the challenge. اوكي، في مكانين غير هذا المكان. طبعا هون مكتوب لازم تعملوا واحد من اصل ثلاثة. راح فرجيكم ليش ما بيفرجيكم وين لازم تروحوا. خليني افتح هاي وفرجيكم كيف. لازم تدخلوا للكوست تبعكم، تدخلوا للكوستات اللي هون، وفي هاي وهاي، هدول المكانين اللي لازم تعملوهم بعدين بتكونوا خلصتوا الثلاثة. بنعمل هيك نافيجيت وراح يفرجونا المكان اللي لازم نروح له. لازم ننزل لهون. اوكي، راح احاول اطير بدون ما اقتل المنصر، اشوف يعني لو قدرت، يعني بدون ما اقتلهم، لو ما قدرت راح اقتلهم. اوكي، ما لازم اقتلهم، فخلينا نطير ونطلع للمكان الثاني. اوكي، هيك وصلنا لهذا المكان. خلينا نفتح هاي اول شي ونروح لهذا المكان هيك ونحكي مع هاد. بعد ما حكينا معه في اربع اماكن مرة ثانية. اوه ماي جاد، لازم اطلع لفوق. في اربع اماكن مرة ثانية، خلينا نجي لهون هيك. حلو، نطلع اسرع. لازم نجي لهون. الشي اللي لازم نعمله شو؟ خليني اشوف شو في الماء. اوكي، هلا بيفرجوني الاماكن اللي لازم اروح اجيب منها هاي الاشياء الزرقاء، صح؟ ايه، فخلينا نروح نجيبها. اوكي، شفنا الاماكن الاربعه اللي لازم نروح لها، فهلا راح لاقيهم. وهن طبعا كلهم في هاي المدينه، فلازم تلاقوهم بدون ما هن يفرجيكم وين، بس انا راح فرجيكم وين بنقدر نلاقيها. فخلينا ندور عليهم شوي شوي. بتشوفوا مكان هناك فوق هذيك الحجره. فاول شي خلينا نجي من هون وننزل لهون، شوف لو في شي. في شي، في وحدة هون، خلينا ناخدها. حلو، اخذنا واحد من اربعة. خلينا نكمل المشي. المكان الثاني كان هون فوق حجرة. هناك. حلو، هذا المكان الثاني خلينا نتسلق ونجيبه. حلو، استنى قبل ما نروح للجهة الثانية لازم نشوف لو في شي في هذا المكان. راح اتسلق هذا المكان، لو كان في شي راح نجيبه، لو ما كان في شي ما راح اجيب هاي اللقطة. خلينا نقفز للجهة الثانية نشوف لو بنقدر نلاقي اخر اثنين هناك. اوكي، بشوف واحدة هناك فوق. في شي هون فوق، شو هاد؟ لا. فيش واحدة هون، راح ناخدها. بس في كمان مكان واحد. اوكي، استنى، انا نسيت شي في الاول، استنى ارجع اشوف. لانه المكان الاخير اللي فرجوني اياه على ما اذكر انه كان، استنى، انا في هذه الجهة ما عملت تشيك هون، عملت انا تشيك هون فوق. المكان الوحيد اللي باقي لي، صح؟ يا رب يا رب. هون. اوه ماي جاد، يلا خلينا نروح للمكان اللي بنحكي مع هذاك ونرجع لكم. وصلنا، خلينا نحكي مع هاد. اوكي، بعد ما شعلنا المكان الثاني لازم ندخل مرة ثانية للكويستات ونعمل اخر واحدة هاي، نعمل نافيجيت ونروح للمكان الثالث. المكان الثالث هون، خلينا نروح لهون ونروح لهناك. طبعا المكان تحت، بس قبل ما ننزل للمكان خلينا نطلع نفتح هديك مشان نقدر نعمل تليبورت وهاي الامور ما تسعقنا. خلينا نطلع لهون، ناخذ هاي وننزل لتحت. خلينا ننزل لتحت هيك ونعمل هيك وخلينا نطلع. هيك وصلنا المكان الثالث اللي هون. خلينا نفتح هاي ونحكي معه. هلا فتحنا المكان ولازم مرة ثانية نجمع أربعة هني هون. خلينا أروح للمكان وأرجع لكم. أوكي، هلا وصلنا، خلينا نقفز.
طبعا في 1 2 3 4 كلهم. اوكي كلهم لازم نعمل شيء، مشان لازم نغير هاي للذهبي، وبنقدر ناخذهم الأربعة كاملين. أو الصباح، أنا ليش بقول ذهبي؟ هي صباح وليل. غير هاي للصباح بتقدر تاخذهم. لا اوكي شو عنا هاي؟ شال هاي لأنه بشوف زي اللهب هون أو هيك شي. بعد ما شعلنا هدوك الاثنين، استنى ليش في هاد؟ اوكي استنى رح احاول اغير لليل مرة ثانية، اشوف لو رح يجوا الاثنين الثانيين. لا 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 هدول بسرعة. اوه ماي جاد، حلو اضربه هيك. حلو اوكي، لازم تقتلهم كاملين مشان تقدر تفتح هدول، فخلينا نطلع ناخذهم الان. خلينا نروح نحكي مع هدول اشخاص مو نفس بعض، يعني ما عندهم نفس الاسم. يلا حكينا معه وعملنا المكان الاخير على ما اظن، هيك يمكن تكون خلصت الكويست. لا او خلصت الكويست، ولكن لازم اروح لمكان لهون، للمكان اللي بلشنا منه لازم اروح له. غلط هيك، لازم انزل 25 متر، هي هون لازم، او هو هون. خلينا نحكي معه هيك، خلصنا الكويست.